برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أقيم حفل تكريم للقاضي الشيخ محمد عساف لمناسبة تعيينه رئيسا للمحاكم الشرعية السنية في لبنان، وذلك بدعوة من المركز الإسلامي في عائشة بكار، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور القاضي سهيل بوجي وممثل الرئيس عبد الحريري الوزير السابق حسن منيمني، بالإضافة إلى النائب عماد الحوت وممثل الأمين العام لتيار المستقبل المهندس بشير عيتاني ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان والمرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأمنية والقضائية والإعلامية. المفتي داريان أكد أننا لن نسمح بأن يفرض علينا قوانين وتشريعات غربية لا تناسب مجتمعنا، متطرقا إلى الاستحقاق البلدي. ننتظر الاستحقاق البلدي والكل ينظر ماذا سيقول مفتي الجمهورية في هذا الاستحقاق. أقول لكم هذه بيروت كانت عاصمة العواصم وستبقى عاصمة العواصم. هذه المدينة عند أهلها الوفاء وسوف تظهر وفاءها يوم الانتخابات البلدية والاختيارية. كيف يكون الوفاء؟ أهل بيروت يعرفون الوفاء كيف يكون، وسنكون معكم بالنزول إلى صناديق الاقتراع، ولا تسمعوا كلاما من هنا وهناك أن نسبة تصويت أهل بيروت لن تتجاوز 20%. التصويت عليكم ولكم يا أهل بيروت، انتخبوا الأهداف التنموية لمدينتكم. من ناحيته لفت الشيخ عساف إلى أنه تعلم من المركز الإسلامي ومن والده الشهيد حب الوطنية. إننا إن شاء الله سنتصدى لهذه المزاعم التي يثيرها البعض بحسن سير العمل، ونري الجميع أن المحاكم الشرعية السنية هي بخير وتحكم بالعدل إن شاء الله. كما كانت كلمة لرئيس المركز الإسلامي علي عساف أكد فيها على أهمية ترسيخ نهج الاعتدال. وفي الختام تسلم رئيس المحاكم الشرعية من المهندس عساف درع المركز.